ومود علقت بيد الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب دور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا تسفي حملها بغلام صلى الله عليه من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بدر الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وحين قربان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد صلى الله عليه ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المبدور صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنك ما رأينا، بالعراقين والشام يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطينا ما قد سألنا من عطايا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وبلغ المختار حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا حبيبي يا محمد، مرحبا يا عروس الخالقين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، يا مؤيد يا مماجد، مرحبا مرحبا يا إمام القبلتين، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا مرحبا مرحبا. ربي ارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله، ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله، صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.